بسم الله الرحمن الرحيم. مرف دمشق المنطقة الجنوبية. يقوم أبطال الجيش الحر، كتيبة حركة أحرار الشام وكتيبة أنصار الحق ولواء حطين ولواء جيش التحرير بقصف مقرات الشبيحة والنظام المتواجدين على حاجز قصر المؤتمرات، وضرب أيضا فرع الأمن الدولة المتواجد في مساكن نجهة. الله أكبر والعزة لله. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. قصف مقرات الشبيحة المتواجدين على دمشق الدولي. الله أكبر. الله أكبر. قصف معاقل النظام المتواجدين على حاجز قصر المؤتمر. الله أكبر. الله الله أكبر. قصف معاقل الشبيحة مسلطان الأهالي بانياس. يلا قول يا رب. قصف معاقل الشبيحة متواجدين في مساكن نجهة. يلا. الله أكبر. الله أكبر. الله.